السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا أحلى متابعين في الدنيا؟ احنا الوقت والله طالعين نذبح سمان اهو عشان نذبحه مع بعض. انا طبعا قلت انا عايز امشي معاكم خطوة بخطوة. احنا نذبح الوقت سمان لينا اهو، تعالى. طبعا احنا الوقت الدور اهو، انا مأكلهم الصبح، بس طبعا البط جعان، الفراخ قاعدة شبعانة اهو، وطبعا الحمام ما شاء الله ربنا يبارك فيه. وعايز اعمل لكم الحلقه الجايه باذن الله عن الحمام ان شاء الله. باذن الله بقى هنذبح 10 سنين اهو، السمان اهو، هنذبح السمان دلوقتي، نشوف هنذبحه ازاي مع بعض، وهنشوف كده يعني هنذبح حاجة تانية ولا لأ. وإن شاء الله البط الكبير والوز، وطبعا كان محبوس هنا، بس طبعا الوز إيه عايز يستحمى كل شوية، طلعته هنا بقى عشان عايز يستحمى، وعملوا له الحلة ويقعد يستحمى طول الليل والنهار كده. ما شاء الله الفراخ نايمة في الظل هنا، تعالوا معايا ديروا معانا بعد كده. همسك السلمان وارجع لك تاني. تعالى اما نشوف الروم بالمرة، انا عايز اوريك كل حاجة، الروم والفراخ الكبيرة. انا والله نفسي امشي معاك خطوة بخطوة كمان اكتر من كده. اهم كده اهم كده ما شاء الله. طبعا البط البلدي اللي هو البط الشرشري ما بيبطلش اكل، لو قعدت احط له اكل من هنا السنه الجايه مش هيجي، صوته عالي كده ما شاء الله. الحمام واقف في الشمس، الحمام عنده بيحب الشمس قوي. ما شاء الله مهمتي. أبقى أمسك السمنة أرجع لكم تاني أهو بسرعة. رجعنا لكم تاني أهو، ومعانا السمنة أهو ماسكينه. طبعا إحنا دلوقتي هنحطه في أي حاجة وهذبح، وطبعا إحنا مينفعش نذبح عشان مينفعش عليكم نذبح ولا دم ولا كلام من ده. طبعا هوريكم الطريقة بس من غير ما أذبح، وبعد كده هذبحه ونرجع مع بعض تاني. دلوقتي هنحطهم في حاجة اهو، نحطهم في جردل ولا حاجة، نغطي عليهم عشان ما يطيروش اهو. ماشي نغطي عليهم اهو، معلش انا الصورة قريبة قوي عشان انا بمسك بايدي وبصور بالتانية، يطيروا بسرعة اهو. ماشي طبعا السكينة السكينة راحت فين؟ السكينة جوا هنا طبعا، احنا بنمسك كده وبنعمل بالإيد التانية كده، وبنقوم دبحين على طول من الحتة دي كده، من هنا كده اهو، انتوا شايفين معايا؟ اهو بنمسكها كده اهو، نحط رجل على ايديها ورجل على جناحها، ونمسك رقبتها كده وندبح بالسكينه بالايد التانية. انا مش عارف اعمل لكم عشان انا بصور بايد وماسك بايد، وعلى كده هذبحهم وارجع لكم تاني. رجعنا لكم تاني اهو بعد ما ذبحنا السمان اهو، ما شاء الله اهو، ما شاء الله سمان امهات، ما شاء الله السمان حلو وتقيل وحلو اهو اهو، ما شاء الله عمتي ما شاء الله، اللهم صل على النبي اهو. كلتهم وبالمره، واحنا طبعا عملنا الجوله على السطح وشفنا الطيور كلها وذبحنا السمان مع بعض. وباذن الله الحلقه الجايه اعمل لكم حلقه عن الحمام، واقول لكم حاجات مهمه قوي عن الحمام، واللي وايه الحاجه اللي تنجح لك مشروع الحمام برضه، هنقول كل حاجه في الفيديو الجاي باذن الله.
وانا كمان جبت العلب بتاع التور اللي انا بقول لكم عليه وهوريه لكم. وباذن الله بقى المره الجايه نشوف كل حاجه مع بعض. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.